بقى للرياضي ازاي للرياضي يشتغل على نفسه، كويس، ازاي يطور شخصيته. كويس، احنا دايما نقول حط قاعده كبيره ونشتغل تحتها. اجسادنا لا تحتاج الى تعليمها كيف تعمل. احنا اتولدنا من بطن امنا، المعده عارفه هتعمل ايه، القلب عارف، الكلى، ما فيش اي حد اجتهد انه يحسن اداء معدته، صح دي؟ ايوه. ولا غلط؟ معرفش. لا ما قول لي. سليمه 100%، ما حدش اجتهد يحسن اداء معدته. يعني امال الطب بيعمل ايه؟ لا الطب يعالج لو في حاجه غلط او يقول لك حافظ عليها، لكن كل الطفل الصغير اللي هنا زي الطفل اللي في امريكا، زي اللي في اليابان، زي اللي في جنوب افريقيا، لكن في حسن عسر هضمه ده بيجي من اللي هياكله بعد كده. ماشي. لكن اجسادنا لا تحتاج الى تعليمها كيف تعمل، ولكن عارفه وظيفتها، عارفه وظيفتها، ولكن عقولنا تحتاج الى تعليمها كيف تفكر. يبقى الازمه كلها بتبدا منين؟ من الدماغ دي بتفكر ازاي. حلو. لو انا فكرتي غلط بتؤدي الى استخدام مفرده غلط، يعني انا بفكر فكر غلط فبعبر عنها بكلام غلط، هقول لحضرتك امثله، ولما بعبر بكلام غلط بيجي لي مشاعر غلط، ولما يجي لي مشاعر غلط يحصل سلوك غلط، ولما يحصل سلوك غلط تيجي نتائج حياتيه غلط، ولما تيجي نتائج حياتيه غلط حياتي متلخبطه وانا مش عاجبني حياتي، فبقول انا، واحد يقول لك انا حظي وحش. يعني ايه حظي وحش؟ لا يعني ايه حظي وحش؟ ان كل شيء خلقناه بقدر، مش حاجه اسمها حظ وحش خالص. وربنا سبحانه وتعالى لا يكافئ على الايمان هنا، يكافئ على الايمان في الاخره. هنا يكافئ على العمل. حضرتك تشتغل هتقابلك شويه امتحانات حلوه ووحشه، تنجح فيهم تطلع درجات. مفيش حاجه هنا خالص اسمها مكافاه على الايمان. فهمونا زمان انك لما تبقى مؤمن كويس، واحنا في رمضان اهو صح كده؟ يقول لك لما تبقى مؤمن فربنا يكافئك هنا. لو كافئك هنا يخل باحد قوانين الكون الكبيره اللي هي ايه بقى؟ اللي هي لا إكراه في الدين. طب أنا لو كافئت المؤمن هنا وهو ما بيشتغلش كويس، ما بيتمرنش كويس، ما بينامش في مواعيده، غير ملتزم، وخليته يكسب، طب ما يلخبط قانون الكون. لأن الملحد يقول لك إيه يا عم، ده هو عشان بيصلي بيكسب، أنا بقى ما بصليش هعمل إيه؟ فأمن غصب عني. لا، ربنا ساب الإيمان اختياري، فكان لازم يكافئ على قدر العمل. الملحد يكافئ جدا لو هو أفضل، لكن امتى المؤمن يكافئ على ايمانه؟ لو تساوى جهده مع الملحد. عشان كده احنا مثلا منتخب مصر بيلعب مع المانيا او مع البرازيل، اي فرقه كبيره، واحنا قعدنا كلنا في الكعبه ندعي والباقيين قعدوا في سيدنا الحسين، هنخسر برضه. نخسر ليه بقى؟ يعني كل الدعاء ده تانيين في الملعب بيتمرنوا، الملعب اللي يقول هو بيتمرن كام ساعه؟ هو بيتمرن كام ساعه؟ وبيشتغل ازاي؟ هو ملتزم قد ايه؟ وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. صحيح. فالمسألة مرتبطة هنا، الكون يا أستاذ إبراهيم دقيق جدا، ما بينقطش. يقول لك فلان الفلاني مش محظوظ، لا هو مش محظوظ، الماتش ده هياخد مكافئته الماتش الجاي. فيجي الماتش الجاي بيشوط كورة كده راحت خابطة في واحد وداخلة جول. أنت فتحت لي سكة، لأن في يعني مش بتضايقني إنما بتدهشني جدا، اما الناس تقعد تقول لك اصل الاهلي محظوظ، يعني تفسيرهم لتفوق الاهلي ان في حد بيتحيز له، حد بيدلعه، حد بيديله حق مش حقه، او محظوظ. والكلام دخل فيه الكلام المحسوم الشعبيه والمكانه الدوليه و هل ده بقى ايه راي حضرتك صحيح في حته الاهلي محظوظ؟ اسمها الارقام علميا. اسمها الارقام يا فندم. الارقام لا تكذب. الارقام. أيوة. قول لي ايه بلاش الاهلي والزمالك. اصل لا انت حضرتك جاوبت في شق وبعدين هتنهيه بالارقام، لما قلت الله ده بيشتغل وده ما صحيح ما بيشتغل، ده عمال بيقول ان ده بيكسب الحظ والتاني صحيح. بيشتغل على حظه. في حد مشغول في الكلام يقول لك كيف تصنع الحظ؟ كيف تصنع الحظ؟ اسمه قانون الفرصه. فرص في الحياه موجوده، في ناس تغتنم الفرص وفي ناس لا تجيد اغتنام الفرص. الفرص موجودة عندنا بس تنتقد الآخرين. بس وانا يقول كيف تصنع الحظ طيب؟ ده برنامج كامل يا صبر، عايز ياخد كل حاجة بس حاضر. راجل جميل اسمه ألدوس هيكسلي يقول ايه؟ لكي يكون لديك أعلى مبنى في المدينة فأمامك طريقة. الأول أن تنشغل في بناء أعلى مبنى. أنت مشغول في نفسك وعمال تجيب بقى كل حاجة عايز تعلي المبنى بتاعك. التاني أن تهدم كل المباني وتبني خيمة. عندك اعلى مبنى برضه بس انت كنت مشغول قوي عشان ابقى اطول منك. عملت ايوه بالظبط كده، عملت تهد كل اللي حواليك. فالناس اللي مشغوله دايما بالاخرين ما بعرفش يعمل حاجه. عشان كده القران دقيق، احنا في رمضان ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ يقول
هتيجي الآية. لا يضركم من ضل إذا، يا الذين أمنوا عليكم أنفسكم. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أيوه. أنت ساكت ركز في نفسك، مش خالص. ركز في نفسك أنت، مش أنت قلت له خلي بالك من نفسك، أوعى تقع بس في الحفرة، سيبه بقى هو وتعالى شوف شغلك أنت. لكن أنا ماشي جنب، يا ابني ما قلت يا حبيب تعالى كده، لا مش هينفع. لازم أنا أدي بلحظة صغيرة وأنشغل في نفسي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حاجة ما تعنينيش أنا. حضرتك بتشتغل ازاي في ناديك؟ انا اتعلم منك، اتعلم منك. عرفت اتعلم خير وبركه، ما لقيتش حاجه عندك اتعلمها شغل بقى في نفسي انا. لكن انا قاعد طول الوقت باصص لك كده، انت بتعمل، انت طلعت، انت نزلت، ما انت كسبت، والحكم، كل الكلام ده، ده بياخد من جهدي انا. انا بدل ما جهدي على فريقي بقت جهدي رايح على الفريق الثاني. ودي من ضمن الحاجات اللي المدربين احيانا بيغلطوا فيها في الاعداد للمباريات. انت عملت سكاوتنج على الفرقه الثانيه، عندك ارقام واضحه جدا، اديت المهام المطلوبه، انسى بقى الفرقه الثانيه خالص، شغل على فريقك انت بقى.